لعلكم تتقون. هذه حكمة مشروعية الصيام، فلله جل جلاله الحكمة البالغة، ولا يشرع شيئا لعباده إلا لمصلحة ظاهرة باهرة. ومصلحة الصيام بالنسبة للإنسان هي تعويده على تقوى الله جل جلاله، فهو مدرسة يتعلم فيها الإنسان التقوى. ومعنى التقوى الاتقاء، وهذا معنى التقوى في اللغة، لأن التقوى فعل أصلها وقوى من الوقاية، من وقاه يقيه بمعنى حال دونه، وأبدلت الواو تاء في أولها فقيل تقوى. والأمر منها يقال اتق الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها النبي اتق الله. وفي لغة بعض العرب التخفيف كذلك فيقال تق الله. ومن ذلك قول عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي يقول لي المفتي وهن عشية بمكة يجررن المفوفة السحلى: تق الله لا تنظر إليهن يا فتى، وما خلتني في الحج ملتمسا وصلا. تق الله بمعنى اتق الله. ومعنى التقوى في الاصطلاح أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية من طاعة الله، وذلك يشمل أربعة أمور، وهي اجتناب ما نهى الله عنه في الظاهر، واجتناب ما نهى الله عنه في الباطن، وامتثال ما أمر الله به في الظاهر، وامتثال ما أمر الله به في الباطن. فالظاهر المقصود به الأفعال والأقوال، والباطن المقصود به الاعتقادات والنيات. فباطن التكليف ما يتعلق بالقلب والروح، وظاهره ما يتعلق بالبدن، فيشمل ذلك الأفعال والأقوال، وكل فيه أوامر ونواه. فإذا اجتنب الإنسان ما نهى الله عنه وامتثل ما أمر به كان متقيا. اتقوا الله، فلهذا قال لعلكم تتقون.